زينب قصي علينا ما جرى عليكم. قالت: يا ابن العم، نشب القتال بين أخي وأخوته وأصحابه وبين القوم، فقتل الأنصار. قال: أكملي. قالت: وقتل بنو عقيل. أكملي. قالت: وسقط بنو هاشم الواحد تلو الآخر، قتلوا علي الأكبر والعباس. وعبد الله بن جعفر يجهش بالبكاء. قال: أكملي. قالت: وقتلوا أخي الحسين، ذبحوه من القفا. يقولون سقط عبد الله مغشيا عليه لما أفاق. قال: أكملي. قالت: ووضعوا لنا النياق العجاف. قال: أكملي. قالت: أخاف عليك أن تموت. ما أدري شو تقول له زينب. تقول له: يا ابن عمي، أخذونا سبايا إلى مجلس عبيد الله بن زياد وأراد يضربني بالصوت لولا عمرو بن حريث. تقول له: أجلسوني عند يزيد بن معاوية ويضرب ثنايا أبي عبد الله. لما سمع كلامها صاح بعبده مبارك: يا مبارك، سد باب الديوان فإن الديوان مغلق. أنفتح دارنا ونساؤنا تدخل إلى بيوت أعدائنا؟ يا ويلي. لما توجعت زينب إلى دار الحسين، فاطمة العليلة منتظرة. فاطمة ما قالوا لها مات أبوك، قالوا لها الآن يجع أبوك. فاطمة ناصرة والأرباب: الآن يدخل أبي، الآن يدخل أخي علي الأكبر، الآن أنظر إلى الطلة البعية لعم العباس، الآن أشوف عبد الله الرضيع وأناغي مثل ما كنت أناغي. وإذ بها تسمع الطرقة. من اللي يطرق الباب؟ زينب. احنا كي وسيم عتدق على الباب، على الباب صحيت يا علي برجعة الغياب. الله لا يفجعك بمسافر وبعزيز. يا هلا برجعة الغياب، هلا بحسين والدي وكل الأحباب، وهلا بعماتي الماكو مثلها. دخلت زينب، فتحت الباب، شافت امرأة مجللة بالسواد معصبة الراس. من هذه؟ لعلها لم تعرفها في بادئ الأمر، أمعنت النظر جيدا، رأتها عرفتها. عم زينب، ليش هاي حاجتك عمة؟ ماذا هناك؟ صاحت عما فاطمة: عظم الله لك الأجر بأبيك يا أبي عبد الله، وأنتم يا مؤمنون عظم الله لكم الأجر. صاحت: ويعلي عليه من الدمع يجري، ويعلي والله وتمنيت العمر يقضي وياكم، ويعلي أنا يتيمة وصرت من صغري، ويعلي والله جلب دنياي وقلع على الوصية. كربلاء لا انزلتي كربا، وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى.